هل الاهلي في احتياج فعلا لطبيب نفسي يتكلم مع اللعيبه؟ يعني انا عمري ما شفت مشكله الكابتن محمد الشناوي كابتن عمرو السوليه كابتن الكبيره بتاعت النادي الاهلي عمرها ما عملت مشاكل. هل النادي الاهلي في احتياج لطبيب نفسي يتكلم مع اللعيبه دي ويعرفها حجم النادي الاهلي؟ شكرا جدا. von wo weiß er das? Ist er mit dabei oder was für Sequenzen oder Szenen denkt er, wenn er das erzählt? Das ist mich die Frage. يعني بصراحة الراجل بيستغرب، هو بيستغرب انت عرفت الكلام ده منين؟ انت عندك يعني في حاجات في ايدك لقطات للناس اللي انت اثناء اللعيبة اللي انت قلت عليها واتكلمت عليها بشكل سيء دي، عندك حاجات مثبتات ان هم محتاجين بالفعل طبيب نفسي ولا اي كلام كده؟ يبقى الكلام ده هو مكان علاج نفسي، طبيب نفسي بيحلل اللعيب، عارف المكان اللي هو فيه، حد في ايه بالظبط يا شباب؟ المشاكل في التصريحات في الحاجات اللي بتتعمل. عندنا ماتش على فكره، احنا مش محتاجين احنا نحل مشاكل ولا نتكلم في مشاكل، احنا عندنا ماتش. هنتكلم في ماتش الزمالك. الزمالك اللعيبه كلها عارفه شكرا يا مصطفى. نظام النادي الاهلي كويس جدا. بص مفيش حاجه غلط بيطلع بره النص.